وترجم ذلك اللاعب يونس بعد خطأ في منطقة العمليات لمولودية وهران وفتح باب التسجيل. وأمام عدم رد فعل حقيقي لمولودية وهران وصل الزوار تهديداتهم لمرمى الحارس بالعربي واستمرار الحوار الثنائي في الملعب والمدرجات، وهذا في روح رياضية عالية، لينتهي الشوط الأول بتقدم اتحاد الحراش بهدف دون رد أمام مولودية وهران. مع بداية الشوط الثاني لوحظ انتعاش غير مسبوق لهجوم مولودية وهران، حيث تمكن براجا بعد أخذ ورد في الدقيقة 49 من تعديل النتيجة بهدف لم يترك فيه أي حظ للحارس دوخة. ما تبقى من عمر المقابلة كان فيه الدور للاعبين البدلاء واكتفاء اتحاد الحراش بالدفاع في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي اختزمت فيه التشكيلتان النقاط بنتيجة ترضي أكثر فريق الحراش.